جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول في سؤال لها، سائلة من اليمن: عندما أقرأ القرآن وخاصة في شهر رمضان أكون على طهارة، ولكنني أعاني من إفرازات وأريد أن أستمر في قراءة القرآن أكثر من ساعة، فماذا أعمل؟ هل أتوضأ من جديد عندما أحس بخروج هذه الإفرازات؟ إنني في حيرة من أمري يا فضيلة الشيخ، فأفتوني في هذا السؤال. نعم، الإفرازات التي تخرج من الفرج تنقض الوضوء، فإذا كنت تقرأين من المصحف وتمسين المصحف فإنك تمتنعين من ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر. فعليك أن تتوضئي، أن تستنجي أولاً، تنشف المحل وتستنجي، ثم تتوضئين بالماء، ثم تعودين لقراءة القرآن من المصحف. أما إن كنت تقرأين القرآن عن ظهر قلب بدون المصحف فلا مانع أن تستمري، لأنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة من الحدث الأصغر. نعم.